تفضلي دكتورة. بداية أشكر طبعا لكم طرح هذا الموضوع اللي جدا فعلا احنا بحاجته، لأن احنا كنا نعرف انه الأسرة طبعا هي أساس بناء أي مجتمع، وسلامة الأسرة من سلامة واستقرار المجتمع. وفعلا احنا نحتاج نشر ثقافة الإرشاد والاستشارات الأسرية. في مسؤولية على الأسرة وفي مسؤولية على المجتمع تجاه الأسرة. نعم أكيد، يعني علشان إحنا نساعد الأسرة أن تقوم دورها بالشكل الصحيح نحتاج أيضا للمؤسسات المجتمعية الصديقة للأسرة تكون موجودة وتعمل وتقدم استشارات ذات جودة، حيث أنه تزود الأسر بالمعارف، تزود الوالدين بالمهارات لكيفية التعامل مع مختلف المشكلات الحياتية اللي تمر فيهم، سواء في علاقتهم مع بعض كزوجين أو في علاقتهم مع الأبناء، وتوعيهم طبيعة المراحل الأسرية المراحل العمرية اللي يمر فيها الأبناء وطبيعة المشكلات اللي ممكن يمر فيها الأبناء. نعم. طبعا احنا نعرف انه الارشادات الأسرية جدا يعني بوقتنا الحاضر نحتاجها كثير، خصوصا بظل التغيرات الاجتماعية والثقافية السريعة اللي نمر فيها. صحيح. ايضا بظل الضغوطات والتحديات الاقتصادية اللي تمر فيها الأسر، فهنا تيجي أهمية انه يعني نشر ثقافة الأسرية وثقافة الاستشارات، لأن تعرف احنا الى حد ما الأسر الى الآن ما عندها إيمان أو وعي كافي بأهمية أنهم يلجأوا بعد الله سبحانه وتعالى للمتخصصين لما يواجههم أي مشكلة. هذه نقطة. النقطة الثانية أنه للأسف لسه إلى الآن المراكز الأسرية ومراكز الإرشاد الأسرية ما هي متوفرة بالشكل اللي يفترض أنها تتوفر، يعني مثل مراكز الاستشارات يعني برأيي أنها يفترض تكون متوفرة على مستوى الأحياء. إحنا فعلا بحاجة المراكز الاستشارات أن تكون منتشرة على مستوى الأحياء، الناس بحاجة، ونلمس هذا الاحتياج من خلال ضغط على مثلا جمعية واعي. يعني إحنا نشوف كيف فعلا كم الاتصالات وكم الاحتياج اللي الناس بحاجته لتواجد مثل هذه الاستشارات.